عندما يسلم السيد السراج هذه المسؤولية أو هذا يترك فراغ، يعني كيف بيكون حال ليبيا؟ وفي يوم من الأيام هو وعد الشعب الليبي أنه هو مش حيسيب ليبيا في مفترق الطرق، ومش حيخلي ليبيا في يعني في فراغ سياسي ممكن يعني يصير فيها مشاكل كبيرة. ولذلك يعني ندوة اليوم يعني تشير إلى ضروري من اعتماد الدستور والتصويت على الدستور، وتشير ضروري من وحدة ليبيا، وتشير ضروري من الانتخابات المبكرة التي أعلن عنها في شهر 3 القادم، باعتبار أن شهر 3 القادم يعني ممكن حيكون في انتخابات زي ما أعلن سيد عقيلة صالح وأعلن سيد فايز السراج. إذن فلا داعي لحكومة انتقالية الآن، الحكومة الانتقالية سوف تأخذ يعني سنتين 3 سنين الله أعلم. لكن بصراحة التوجه المتوجهين به الشباب بالكامل على مستوى الرابطة، على مستوى شباب ليبيا، أن تبقى الحكومة ويبقى المجلس الرئاسي على كما هو عليه إلى أن ينتهي البرنامج الانتخابي، وتسلم ليبيا بأيدي أمينة، وتسلم ليبيا لناس يعني فعلا يحبوا وطن، ولناس فعلا عندهم غيرة على الوطن. أشكر قناة التناصح لمتابعتها ولوقوفها دائما مع الشعب الليبي، ولوقوفها دائما في صف المواطن وفي صف الشباب، وشكرا لكم وبارك الله فيكم.